والحقيقة. نعم، هل الثورة في رأي جمال سليمان هي وليدة انفجار اجتماعي أم نتاج صراع سياسي أم هي في النهاية ثمرة مصالح متشابكة؟ لا، هي وليدة كبت وضغط واستبداد استمر سنين طويلة، والسوريين كان عندهم أمل أنه يشوفوا مع الدكتور بشار الأسد مرحلة جديدة فيها شباب وفيها انفتاح وفيها ديمقراطية وإلى آخره، وما كانوش متوقعين أن الانفتاح يبقى زيادة في عدد المطاعم الفخمة والجميلة ولا زيادة في عدد الكماليات المستوردة في المحلات ولا صور عائلية لرئيس الجمهورية، يعني صور نون فورمال يعني غير رسمية، أو ظهور لرئيس الجمهورية وعائلته في المطاعم وفي المناسبات الاجتماعية. دي كلها أشياء جميلة، أنا ما بقولش إنها غلط يعني، نعم، بس دي ما تعنيش التغيير الديمقراطي ولا تعني الانفتاح ولا تهم. ولاحظ إنه الانفجار حصل في المناطق المهمشة، في المناطق الريفية. انفجار ما حصلش في المدن الرئيسية، ما حصلش عند الطبقات اللي كانت عايشة وميسورة، يعني الأبر ميدل كلاس والطبقات العليا، وانما حصل في اللور ميدل كلاس، وحصل في الناس الفقراء يعني اللي تحت، وحصل غالبا بالارياف. والغريب بالامر كان والصادم انه الارياف كانت هي خزان حزب البعث المفترض والقاعده الشعبيه لحزب البعث، وفجاه هذا الخزان انفجر لانه يعني حصل انه في مراوغه شديده وفي تمصل من الوعود فيما يتعلق بتغيير ديمقراطي في سوريا ومحاربة الفساد ويعني إحقاق الحق. الناس مش ما كانتش عاوزة في سوريا إسقاط النظام. بالمناسبة أنا كنت أجي هنا مصر في بداية الربيع العربي في بداية الثورة، وكانوا الفنانين والصحفيين المصريين يقولوا لي مش عيب يا جمال سليمان أنت مش أخذ الموقف اللازم. أقول لهم إيه هو الموقف اللازم؟ يقولوا لي لازم تنادي بإسقاط النظام. وأنا انكتب عني عدد المقالات في الصحافة المصرية اللي بتعتبرني إنسان جبان وإنسان منافق وإنسان انتهازي ووصولي، ووصفوني بالإنسان انتهازي الذي يمسك العصا من المنتصف، لأني أنا طالبت بالتغيير الديمقراطي في سوريا ولم أرفع شعار إسقاط النظام. فأنا عملت عدد من اللقاءات وشرحت وجهة نظري، قلت سوريا وضع غير وضع مصر، لأنه طبعاً الجيش المصري غير الجيش السوري. فكلف إسقاط النظام في سوريا كلف باهظة جدا والتعقيد كبير، لكن أنا أقف مع الناس في الضغط من أجل التغيير السياسي. فالحقيقة أنه النظام لم يستجب لهذه النداءات السلمية والسياسية، والنظام اختار ما يسمى كان آنذاك الحل الأمني، وبعدين أصبح اسمه الحل العنفي في إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى إراقة الدماء وما أدى إلى خلق عقلية الانتقام والسأر. والناس الغاضبة والسائرة اللي عاوزة تنتقم لأولاد عمومتها وأولادها وآبائها وأخوانها دخلوا بمعركة مع النظام، واللي بيدخل بمعركة محتاج لبندقية، واللي عنده بندقية محتاج لطلقات، وحيمد إيده بقى عشان الطلقات وعشان البندقية، وحيمد هو مش منتبه مين اللي بيحط الطلقات ومين اللي هيديله بندقية بعده وإيه الشروط. فدخلنا في متاهات ليها أول ولا ملهاش آخر. والذي يجري في سوريا الآن هو مزيج من انتفاضة للشعب السوري زائد المؤامرة زائد الصراع السياسي الكبير الإقليمي في المنطقة ما بين تيارات ومذاهب إسلامية مختلفة، زائد الصراع الدولي ما بين الروس والأمريكان. يعني اليوم روسيا تحاول أن تستعيد دورها كلاعب دولي كبير وقطب حقيقي في العالم، ويعني هي راحت منها فرصة العراق وراحت منها فرصة ليبيا، فمش هتروح أبدا فرصة سوريا. فبوتين ضارب رجله في الارض بيقول لك لا انا موجود، انا انتوا عاوزين تشيلوا النظام انا اخلي النظام. رغم انه بوتين قال، يعني انا قابلت بوغدانوف معاون وزير خارجيه الروسي فقال لي بالحرف الواحد، بوتين قال في اجتماع ان هذه العائله حكمت سوريا 40 عاما وهذا وقت طويل. نعم، بس احنا مش هنقبل في الوقت الراهن ان احنا ننهزم امام يعني الامريكان. طبعا يحترم رايك بالكامل، لانك انت تتحدث عن وطن عشت فيه وتفاعلت معه. وما اتحدث به في السر اتحدث به في العلن، وانا من البدايه حتى الان ولا ازال اقول رغم انه اتعمل قوائم شرف وقوائم عار وتشتمت، ده انا في انا مش هذكر اسماء، ده في يعني ناقد فني مصري شرفني بثلاث مقالات من يعني الشتيمة والهجوم، انه اعتبرني انه رجل يعني الندل يعني ما خدتش الموقف كذا آخر. انا نفسي بقى يكتب لي الان في سوريا يعني ايه اللي بيحصل وايه رايه ومين الغلط ومين الصح. المشكله يا بيه نحن كعرب
واحنا كناس فنانين وحضراتكم كناس اعلاميين احيانا نتصرف بانتهازيه بشعه جدا اتجاه قضايا كبيره جدا فيها حياه امم وموت امم. نعم. ونسارع لنعتلي منصات قبل ان نتاكد من ان هذه المنصات منصات شريفه او نحن نستحق الوقوف على هذه المنصات. نعم. فبنرجل وبنركب امواج والى اخره ومحدش عنده الرجوله ولا الشجاعه ولا الادب ولا يعني الاخلاق ولا انه لو طلع غلط مره من المرات يراجع نفسه بعد سنتين ثلاثه يقول انا والله قلت كذا وطلع كذا طلع غلط كلامي طلع غلط. في اقنعه يا استاذ فصعب يا استاذ.